على رأسهم كتاب مصر الحضارة باللغة الإنجليزية، كتاب مصر مستقبل الماضي باللغة الإنجليزية، البحث عن الحقيقة، وترميم التاريخ أبو الهول الثاني باللغة العربية. دكتور بسام الشماع له العديد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، برامج فردية ومتعددة، على رأسها إذاعة الشرق الأوسط وإذاعة البي بي سي وبرامج صباح الخير يا مصر، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدرع النادي البحري الملكي ببورت سميث في إنجلترا لمجهوداته في إلقاء المحاضرات التاريخية، كما أن حصل على جائزة وزارة التعليم عن مجهوداته في الصحافة المدرسية في الإسكندرية، وحصل على التفوق الفني من المراقبة العامة لدعاية الطلاب في جامعة حلوان. أماكن المحاضرات التي ألقى فيها الندوات دكتور بسام الشماع هو المركز الثقافي في مدينة ذات الإنجليزية، النادي البحري الملكي في بورت سميث إنجلترا، معهد الأبحاث الشرقية في جامعة شيكاغو. كما أن الدكتور بسام الشماع له التأثير الطيب في ندواته عن التاريخ النوبي والحضارة النوبية وإيمانه بالمطالب النوبية، فنستمتع مع الندوة والدكتور بسام الشماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتحرك قليلا كعادتي. أولا بشكركم، واضح أن 2014 سنة جميلة عظيمة على النوبيين. نشاطاتكم بسم الله ما شاء الله عديدة وكثيرة، وبالنسبة للناس اللي متتبعة النشاطات النوبية، خلينا أفكركم أن بداياتنا في المحاضرات عندكم في الجمعيات العظيمة في عدين وفي الإسكندرية، أدندان كنا لسه فيها، النوبة الخير، الائتلافات كلها في بيت السناري، عملنا محاضرة لطيفة قوي، والحقيقة المحاضرة دي بتاعت بيت السناري رجعتنا الأيام المحاضرات اللي قبل حالات الانفلات الأمني. حسيت ان انا رجعت تاني زمان، كنا لما من زمان قوي يعني قبل 2011 كنا ندي محاضرة، كانت الناس بتبقى قاعدة وواقفة وحاجات زي كده، وكانت الخناقات على الكراسي، وكانت الستات تيجي كده هوت وتقول المفروض الرجالة يقفوا الستات يقعدوا، وانتهت طبعا قصة المساواة والناحية اتنين وان وكلمة. فاللي حصل في السناري ان الناس بقى مالت، تشوف بقى النوبيين، بقى تشوف شباب النوبيين، شوف الثقافة اللي هم عندهم ازاي، محاضرة بتملى القاعة، الناس بتقعد على الارض بتتملي الارض، فبيملوا بره القاعة، فبيبدأ بره القاعة يطالب ان الميكروفون يزيد علشان بره القاعة من غير ما يشوف الصور يسمع. دي ما بنشوفهاش بقى غير عند النوبيين. فاذا انت وانت يا نوبية ويا نوبي لديكم جينات الثقافة والحضارة، اوعك تفتقدها، اوعك تفقدها، لان نحن نعلم جميعا ان اللغة النوبية مثلا كما تكلمنا ان هي في دهاليز هذه اللغة بتطبع الحضارة، اثار الحضارة كلها في لغتها، راحت اللغة راحت اسرار الحضارة كلها، وانت ما تعرفش ولا العالم يعرف اكتر من 20-30% من الحضارة النوبية واسرارها لحد دلوقتي. اللي بيعجبني بقى في هذه الحضارة الآنية، اللي انا برضو بسميها حضارة دلوقتي، ان لما يجي فنان جميل يعرفني على اللوحات بتاعته، عندكم المرة دي والمرة اللي فاتت كنا في مين كان معانا في جمعية الشباب العالمية بشارع رمسيس، تمام، لما نيجي نتعرف على الفن بتاعكم، فن سواء رسم او حتى تصوير، بتعرف دائما وابدا على هذه الدراما التي تعيش داخل كل نوبي وكل نوبية. الدراما دي عايشة في كل حضارات الدنيا اسطورية، يعني تروح لليونان مثلا تجد حضارة كاملة قايمة على فكرة الأسطورة، وأسطورة غريبة مش عارف مين اللي بيطلع كل شوية الجبل بالطوبة، فالطوبة تقع يروح واخد الطوبة يروح طالع بيها الجبل ويروح وايع بيها تاني، شغال رايح جاي. احنا عندنا القصة دي، لا تقول اليونان ولا بتاع، عندي توك توك واحد يعمل القصة دي كلها، يطلع ويروح ويرجع كده في اليوم 10 مرات ما عندوش مشكلة. فالقصة هنا بقى ما بتجدش هذه الأسطورة،
بتتحكم، لا الحقيقة هي اللي بتتحكم. عشان كده عملية التهجير اللي أنا شايفها تاتش في كل اللوحات اللي اتعرفت عليها فوق قبل المحاضرة من الفنانين العظام بتوعكم، هذا الفكر التهجيري أو فكرة أن أنا سبت مكاني. عجبتني جدا شرح الفنان، احنا معانا الفنان هنا، استاذ الفنان هنا ولا بيشرح بره؟ طيب هو كان بيشرح حته حلوه قوي شدتني ويمكن ده خلاني اخد المحاضره في حته تانية. يعني في رسمه هو رسمها للبنات النوبيات واقفين بيغنوا، فنان انا بحييك حيو يعني حياه. هقول لك بقى ليه هو اخد المحاضره، يعني هو كان ربنا سببه كده في ان هو يخلينا نقول الكلام اللي احنا بنقوله. البنات الحلوين النوبيات اللي واقفين دول ماسكين الدفوف المشهوره الطار، كويس كده صح كده النوبي كده بحاول كويس، فدي كلمه نوبيه بحته بقى عشان انتوا مش عارفين النوبي، انا اعرف كلمتين كويس. فالقصه ايه بقى؟ القصه ان البنات دي يا اما هنا بقى يا اما بيغنوا لان هو بيقول لك تم تأجيل التهجير لمدة يوم، صح كده اللي حضرتك قلتولي يوم. أنا عايزك تاخد الجملة دي كده تقعد تفكر فيها، يعني بني آدم هيسيب بيته وأرضه للأبد لأن المية خلاص هتطلع، وده ماسك بيغني ودي واقفة بتدف والطار بتاعها بتغني علشان يتأجل يوم، يعني هتقعد يوم أكتر على الأرض بتاعتها يوم. ان انت ممكن تقضي نايم هنا في القاهرة او مش عارف بتعمل حاجة مالهاش اي معنى. اذا الشعور بالزمن والوقت في هذا في هذه الحضارة حاجة اعجب من الخيال، ولا يشعر بها الا اللي افتقر. طيب هو انتقل لان الانسان، انا في رأيي ان الانسان حضارة، الانسان الواحد حضارة، انت حضارة متحركة، انت هتروح تعيش في امريكا هتبقى حضارتك اللي بتمشي بيها دي. بيحصل ايه ده؟ بيحصل ساعات ان الحضاره بقى الاجنبيه اللي عليك سواء شرقيه غربيه جنوبيه بتعمل عمليه تاثير عليك فبتبدا تختلف. اللي قاعد في النوبه واللي جه القاهره واللي قاعد عندنا في اسكندريه، اكبر عدد من النوبيين بره النوبه في اسكندريه كما تعلم. فلما بقابل النوبيين في اسكندريه برضه نفس القصه، هي نفس الانطباع بتاع المكان، بلاقي المحاضره مدروسه بشر، بلاقي الناس كلها مهتمه، بلاقي شخصيات باختلاف الانماط والاعمال والموهبه، وبرضه فكره الارض وترك الارض او الاجبار على ترك الارض وكذا. طيب ده فكره الزمن دي، فكره الشعور بالزمن. انت عندك حاجتين في الدراما بتاعه التهجير، عندك الوقت وعندك المكان. فالوقت وادينا اهو لسه بنناقشه مع فنانين نوبيين لغايه النهارده في 2014. اما عن المكان فهل، هنا بقى السؤال، هل الحضاره بتقدر تعرفها بمكان ولا بالمكان الذي يذهب فيه الانسان؟ هنا ده سؤال حساس. ليه؟ انا اسكندراني جيت عشت في القاهره مثلا يعني علشان دراستي وعملي. طيب هل انا انتقلت بالشخصيه السكندريه الى القاهره ولا تقهرت لو جاز التعبير يعني؟ هل انت تنوبت لما رحت الاسوان ولا النوبيين تاسكندروا لما راحوا اسكندريه؟ هو هنا السؤال. الدعوه ليكم انتم خصوصا الجيل الصغنن هو ان انت لا ما تتغربش ولا تشرب ولا تتجنب ولا بتاع، لان هي عامه الحضارات في العالم بدايه بتبدا في الجنوب. روح شوف اليونان بدايتها في الجنوب، ايطاليا بدايتها في الجنوب، الحضاره دائما وابدا تبدا في الجنوب. حتى امريكا بتاعت اول امبارح دي الحضاره بتاعتها بدات في الجنوب. ده لو احنا هنسمي اللي في اللي في الولايات المتحده الامريكيه حضاره. فواحد يقول لي طيب وايه بقى قضيه الحضاره؟ هقول لك السيفيلايزيشن. اول كتاب كتبته في حياتي زمان وانا صغير كان اسمه ايجيبت ذا سيفيلايزيشن، مصر الحضاره. فقعدوا معايا علماء اثار انجليز ومش عارف ايه ونصحوني غير العنوان. خد بالك بقى غير العنوان. فقلت لهم غير العنوان ليه؟ قالوا لي ان كلمه ذي سيفيلايزيشن دي ممكن يبقى فيها كلام، ممكن جدا مصر ما تبقاش هي اقدم حضاره في الدنيا. يقول لك مثلا حضاره اور، اور دي اللي ما يعرفهاش حضاره تليده جدا في العراق.
لكن مبانيها مش